السلام عليكم إخواني أخواتي المغاربة. سمعنا عن الغربة والمغتربين وعن الشوق والحنين، وكذلك عن التحويلات للعائلات في أوقات الأزمات والعناية الملكية بأبناء الجالية في الخطابات. لكن ربما البعض منا لم يسمع عن مشروع مغاربة العالم بإشراف الدكتور سالم المعطاوي وفريق العمل عن تجربة قرابة 30 سنة في فرنسا. مشروع مغاربة العالم يعتمد على الكفاءات والخبرات، هو مشروع الاتحاد والكرامة والتنمية، مشروع يسافر بمغاربة المهجر عبر البلدان التي يقيمون فيها إلى بلدهم الأم. وفي الأخير لم يبقى لي إلا أن أبارك هذا المولود الجديد ونحتفل به في كل عيد.